أكد الفنان خالد الصاوي أهمية قراءة التاريخ من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية. وأوضح الفنان خالد الصاوي أن للفن والثقافة دور مهم في ذلك، مشيرا إلى ضرورة فهم خليط الهوية الوطنية والنسيج المجتمعي. الشعب نفسه موهوب، إحنا ما عندناش أي مشكلة في أن نجد ممثلين ومطربين راقصين مؤدين، يعني المشكلة بتبدأ لما تدور على الكاتب والمخرج، لأن ده ما بيبقاش صناعة فردية، صناعة مجتمعية وتشارك فيها الجميع بما في الدولة. دي قصة مهمة، فهتلاقي ناس كتير قوي مؤدين، بس احنا كمان عايزين نشتغل على صناعة وتأهيل وتجهيز الأجيال اللي هيبقى فيها الكتابة والإخراج.